اسالهم اسالهم في احد مش شكون المساجين اللي ماتت في الحبس وذاك الشابي توا ولد النهضة باهية. ديكاش ديكاش مخمجوا البلاد هذوما ضد المحاكمات هذوما مع الفساد هذوما الفئة القليلة هذوما ما يمثلوش الشعب التونسي. احنا ولاعنا لتونس ماناش واقفين هنا انا ولا القيد سعيد ولا تونس للوطن للوطن هذوما ما يمثلوناش تونس. احنا حاجتنا بالبلاد بالاستقرار والازدهار نتاع البلاد هذوما والنمو هذوما ما يمثلوش الشعب تاريخيا. فتنة في العالم يتموا صغار عملوا قتلونا اولادنا ما خلوا ما عملوا فينا فقرونا هذوما اش يحبوا وين هذوما ما يرجعوش للحكم. الجزائري يحوس يدي يعطي نقطة برك هذا من يحوس الفتنة هذا مدفوعين الأجر من الغرب. عباس المدني دار الفوضى في الجزائر عندما دخل الجائزة في التسعينات سيدهم قطب عندما دخل المصر في الخمسينات عندما دخل إلى في 2010 2011 هذا من يريدون الفتنة في البلاد. ترشح متاع سي عبد الكريم يلزم حزب العمل والإنجاز بالدرجة الأولى وكل من سيواسيه. احنا قاعدين نشوفوا سي عبد اللطيف متفق معنا في هذا. انا اوضاع الحريات قاعده تدهور بل تنهار. ما فماش اسبوع ما فيش اعتقالات، ما فماش اسبوع ما فيش محاكمات، والساحه قاعده تفرق. الانتخابات ما بقى لهاش 3 شهور والى حد الان لم يعلن عن موعدها الرسمي. ما فما حتى شرط من شروط الانتخابات الاخرى، وبالتالي الجبهة متمسكة بالموقف. طيب في صورة يعني الإعلان عن موعد الانتخابات، يعني حدوث مستجدات في اتجاه تتعلق باتجاه سير نحو يعني الانتخابات في الأسابيع القادمة، ما هو موقف الجبهة من ترشح الأستاذ عبد اللطيف مكي؟ هل ستوجه مثلا قواعدها للتصويت لفائدته مثلا؟ شوف الجبهة ما عندهاش موقف بالنسبة لكل مترشح، هي ترى بأن الظرف الراهن لا تستقيم فيه انتخابات، الهيئة غير مستقلة التي ستصرف على الانتخابات، الصحفيين والإعلاميين كلهم في السجون، آخرهم اليوم سي إلياس الغربي أعلن على خروجه من ميديشو وهي أهم حصة إعلامية في تونس، الإعلام تسحر، الأحزاب كما ترى منسحبة، اتحاد الشغل في وضعية ليست جيدة، ما فماش حالة نهوض سياسي في تونس تسمح بخوض انتخابات، وما فماش شروط وما فماش قواعد، وبالتالي إلى ما تغيرتش هذه الظروف فالجبهة لن تساند أحد، لن تساند أحد. إذا تغيرت هذه الشروط خلي كل حادث. هل كان هناك نقاش بينكم وبين الأستاذ المكي داخل الجبهة بشأن الترشح نتاعو يعني؟ بالطبع الأستاذ الدكتور المكي منذ الأول كان يرى بأن الترشح يفيد العمل من أجل تغيير شروط الانتخابات. احنا ما كناش نراو هذا الرأي، وبالتالي أطلقنا حرية الأطراف اللي تحب تمشي في نهج غير النهج اللي قررته الجبهة فلتتفضل. هي المسألة كل 3 شهور ومن بعد سنقف على حقيقة الأمور، هل كانت هذه الانتخابات فرصة للتغيير
لا أعتقد ذلك. أما أننا سنجد أنفسنا من جديد أمام جدار الاستبداد، هذا ما سيكون، وستكون يعني نكون في حاجة إلى بعضنا البعض للنضال من أجل تغيير الأوضاع. يعني هذا الترشح لا يؤشر على خلافات داخلية؟ لا 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 لا، احنا مبدانا نتعاون على ما نتفق عليه، احنا جبهة ونتسامح فيما نختلف فيه، فاحنا متسامحين في الاختلاف حول الترشح، ونعتقد أن الحياة تتكفل بالقول أي الموقفين كان أصح. نجيب على أنتوا على تحركات في الأسبوع اللي فات، قلتوا باش تقوموا بتحركات في الانتخابات من المسيرة الجديدة، تحدد شي موعد؟ الموعد مازال ما تحددش، ولكن هو في أفق 25 جولة، في أفق نجم يكون قبل، نجم يكون في 25 جولة. هل هذه التحركات ستكون يعني في شكل مسيرة أم هناك ربما أشكال أخرى؟ كان عندك اقتراح نفكروا فيه، أما الشكل الأجدر والأصلح والأقوم هو مسيرة كما اعتدنا عليها، ونحاول أن نعبأ لها أكثر ما يمكن. شكرا على الاستمرار في الوقفة الأسبوعية، تضامنا مع الأخوة الذين سلطت عليهم قضايا عليها خاصة، قضايا بخلافات أنا لا تخلو، لم تعد تخلو على أحد، ولا تمر بأنها هي قضايا سياسية اعتمدها نظام 25 جويلة حتى أنها يكون نظام من مفروض انتهت في الأنظمة الاستبدادية. احنا عشنا وساهمنا في ثورة كانت عظيمة التفت لها كل حرارة العالم، وحددت أهداف كان من المفروض العمل عليها، ولكن بكل أسف معناها كنا نعمل ونحلم ولازلنا نناضل لأجل معناها تونس أخرى متصالحة مع نفسها، متصالحة مع هويتها، مرنة ومشتمتنا للديمقراطية، ولكن بكل أسف يعني وقعت وتقع بإصرار من نظام يعني له هوس التآمر، حتى النباتات والطيور أعتقد موجهة لها هذه التهم، يعني يؤكد مجددا بأن نتمسك بحلمنا بأن تونس أخرى ممكن تربينا عليها ونظلنا للي 40 سنة أو أكثر، وما زلنا مستعدين، وهذا هو أهداء من قبلة التوانسة وقبلة شباب تونس. العظمة الاستبدادية لا مكان لها إلا في العالم، وين النظام الإقطاعي، وين النظام العبودي، وين النظام الاستبدادي في عديد البلدان. هناك من لا يمكن الوقوف في وجه التيار الجارف للحريات في تونس، بالأكيد من الشعب التونسي تواق وشباب التونسي تواق. أريد أن أحيي الأخوة والأخوات في السجون في هذا الظرف القائد في هذا البلد، وتحية للأخ عصام الشاب ومن معه، ونقول لهم نحن متمسكون ببراءتكم، متمسكون بحريتكم، ومستعدون لكل التضحيات لأجل لأن نحن نعتقد أنه طالما السلطة القضائية وطالما هي تحت يد السلطة التنفيذية، تحت يد من أبوت الخبرك والقضايا، فقضيتكم أنها الشعب التونسي يعرف جيدا وأنها القضايا قضية خلافات سياسية، فصبرا جميلا، ولا يمكن منها أن كما يقول المثل الحبس كذاب منها والحي روح، لا يمكن من أي حال من الأحوال أن تعود تونس إلى الوراء، أن تعود منها لطمس وضرب ما طمح له الأجيال، ونطمح ما زلنا نتمنى إلى تونس أخرى ممكنة منها متسالحة مع نفسها، متسالحة مع هويتها ضد الإقصاءات، مؤمنة بالديمقراطية، وهو النظام الوحيد الآن الذي يسوس العالم.